اهلا بحضراتكم من جديد. خلينا نروح نعرف الحاله الجويه بالتفصيل من ليندا النهارده. اتفضل يا ليندا. حقيقه هدير، زي ما قلنا من شويه الطقس النهارده الصبح هيكون شديد الحراره بشكل عام، اما بالليل بيتراوح ما بين لطيف لمعتدل. الحمد لله احنا نتبسط بقى بالليل شويه بالجو. بالظبط، اللي عايز يخرج بقى يخرج بالليل. اتفضل. هيئه الارصاد الجويه تتوقع ان النهارده هيكون في ارتفاع في درجات الحراره باغلب الانحاء، والطقس هيكون شديد الحراره على القاهره الكبرى والوجه البحري وحار على السواحل الشماليه، وهيكون شديد الحراره على جنوب سيناء وجنوب البلاد. بالليل الطقس هيكون لطيف على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وشمال الصعيد، وهيكون معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. النهارده كمان في نشاط للرياح على مناطق من القاهره الكبرى والسواحل الغربيه وجنوب سيناء على فترات متقطعه. تعالوا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحراره، وهنبتديها كالعاده من محافظه القاهره، وبتسجل العظمى في القاهره 38 والصغرى بتسجل 24، الاسكندريه العظمى 32 والصغرى 23، مرسى مطروح العظمى كمان 32 والصغرى 22، سيوة العظمى 40 والصغرى 24، بورسعيد العظمى 33 والصغرى 23، دمياط العظمى 31 والصغرى 23، الإسماعيلية العظمى 38 والصغرى 22، والسويس العظمى كمان 38 والصغرى كمان 22. هنروح للعريش، العظمى فيها 34 والصغرى 23، طبق العظمى 36 والصغرى 20، سانت كاترين العظمى 33 والصغرى 19، شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 28، الغردقة العظمى 38 والصغرى 27، الفيوم العظمى 39 والصغرى 22، بني سويف العظمى فيها كمان 39 والصغرى 23، المنيا كمان العظمى فيها 39 والصغرى بتسجل 23. هنروح لأسيوط، العظمى فيها بتسجل 40 والصغرى 24، سوهاج كمان العظمى فيها 40 والصغرى 24، قنا العظمى 41 والصغرى 25، الأقصر وأسوان بيسجلوا أعلى عظمى النهارده وهي 42، الصغرى في الأقصر بتسجل 26 وفي أسوان بتسجل 27، الوادي الجديد العظمى 41 والصغرى 26، شلاتين العظمى 36 والصغرى بتسجل 26، وأخيرا حلايب العظمى بتسجل 34 والصغرى بتسجل 28. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا. دلوقتي هنرجع لأحمد وهديرة عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إيه رأيكم؟ شكرا يا ليندا.